يعتبر الإصغاء فنا من الفنون الأخرى وتابع لها، يدخل في الكثير من جوانب الحياة وأهمها الحياة الطلابية والعلمية. وإن لم يكن المحاضر أو الأستاذ الذي يقدم المعلومات للطالب لا يملك الدراية بأن على الطالب أن يصغي بصورة صحيحة وفنية، وعليه أن يتدرب على هذا الفن المهم الذي يعتبر من أهم السبل التي تجعل الطالب مهتما بدراسته وتوصله إلى بر الأمان آخر السنة. إصغاء عملية فسلجية وسيكولوجية عميقة أكثر مما يظن البعض. الأستاذ الذي يستطيع أن يحظى بإصغاء طلابه في العشر دقائق الأولى أو الربع ساعة الأولى هذا أستاذ عبقري، ولكن بعدها يجب أن يتخذ الدرس مسارات أخرى تتعلق بمشاركة الطالب في وجوده داخل غرفة الصف، لا أن يعامل كأنه عنصر معطل أو قطعة من الأثاث والأستاذ لديه قولة يقولها ويمضي. الدرس الحقيقي هو الدرس الذي يشارك فيه الجميع، ولما يشعر الطالب أنه مشارك وفاعل أكيد تلقيه واستماعه وانتباهه سيكون على نحو آخر. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الطالب يشارك في أي موضوع يجد أنه يهمه له علاقة فيه، وهذه مسؤولية المدرس. ليس هنالك من يصغي ومن لا يصغي، هنالك من الذي يجعلك تصغي لأهمية ما يقوله ولأهمية ما يشعرك به. وقديما قيل أن الروعة أن تشعر الآخرين أنهم رائعون، وبهذه الطريقة يتحقق الإصغاء. نعم، فن الإصغاء فن كبير، والإصغاء تربية، والعقلاء هم الذين يحسنون الإصغاء. الإصغاء عملية كبيرة، الإصغاء من خلاله يتم فهم معالم كبيرة بشفاهية والكتابية. أنت أن تصغي للشيء يعني تستوقف وتبحث وتفكك وتحلل. فن كبير الإصغاء، فن كبير، قليلين يجدون استخدام الإصغاء. أضيف الإصغاء يعني تقدر أن تقول هو عملية اختزالية لمباحث طويلة يمكن أن تكتبها، لكنك عندما تمارس الإصغاء تغور في هذه المباحث بشكل علمي وعميق. ليس الإصغاء مقتصرا على الطلبة، ولكن على جميع شرائح المجتمع. وأهم الشرائح التي يجب أن تتعلم فن الإصغاء هي شريحة الأطفال وشريحة المراهق، بعدها يصبح شابا صاغيا بصورة صحيحة معتادا على الإصغاء. هو فن من الفنون في كيفية الإصغاء المحاضرة أو كيفية الإصغاء إلى النصائح أو كثير من الأمور المهمة اللي تفيد الطالب في حياته الاجتماعية أو في حياته الفنية أو حياته الدراسية. بالنسبة للإصغاء المدرس يحاول أنه حتى بتأشيرات الإيمائية أو الحركات أو حتى شرح كشرح على السبورة وشرح آخر نقدر نستمع إليه ونستفيد من هاي النصائح أو هاي الإصغاء. الإصغاء يكون رائع يعني حقيقة، هنا الأساتذة رائعين جدا بالنصائح في كثير من الأمور. البداية يعني نصغي لهم كأصغاء فني أو كان يعني بالدروس العملية أو الدروس النظرية، والأصغاء مثلا شلون يكون فتشي يعبر عن فهم المادة أو الموضوع. كيف تصغي؟ أصغي يعني مثل عشان المدرسين يوصلون المادة أصغي لهم مثل يعني إصغاء فتشي، والإصغاء فتشي ضروري. تعتبر الإصغاء فن؟ طبعا فن، لأن ماكو شيء إذا ماكو إصغاء له، يعني لازم يصغي يعني تعرف شنو الموضوع أو الفكرة اللي يوصلها الأستاذ أو يعني أي شخص كان. من يعتمد الأساليب الصحيحة للإصغاء ويتقنها يصل إلى نتيجة جيدة جدا في مجاله، سواء كان المجال علميا أو أدبيا. وبالتالي إن كان الإصغاء
أحد الطرق التدريسية التي يعتمدها الأستاذ ويزرعها في روح الطالب، فهو خير طريق وأفضل من طرق الدراسة الأخرى كالحفظ والمراجعة، فالإصغاء هو فن يعتمد على أسس علمية وفنية. لبرنامج شباب وبنات، علي حسن، السومرية.